شو هي أهم توقعات الفلك لمواليد العذراء بالأسبوع الثالث من شهر أيلول سبتمبر 2024؟ يا عزيزي، حاول تصلح بعض الأخطاء بين الأحد 15 والتنين 16. عالج شؤونك الشخصية بتكتم. هالفترة غير صالحة للمناسبات والسهرات والاحتفالات. انتبه، تجنب كل شيء ما بيفيدك أو ما بيضيع وقتك، وهالشيء لتاريخ الأربعة 18. الأمر المكتمل مع الخسوف يوم الأربعة 18 ببرج الحوت ينذر ببعض الإرباكات لأنه بيكون بمواجهتك. عادة الكواكب في الحوت هي أكثر موقع لإلها مناهض لإلك وعدائي. نظم نفسك وما تبذل جهد عقيم حتى تسترجع شي فقدته. حتى لازم تاخذ قرارات تصحيحية وتستفيد لإيجاد الحلول والأفكار المناسبة بهالوقت، لأنه ذبذبات كوكب ميركور بيوعدك باحتمالات جيدة. تلتقي بمن غاب عنك طويلا بين الخميس 19 والجمعة 20، أو بيطرق ظرف بيجعلك تجتمع بأصدقاء قدامى أو تتواصل مع من بيحدثك عنهم، فبيضرب القلب أو بالعكس بتشعر بالقلق وبتستعيد الذكريات.